السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناة هواة سهلة واقتصادية. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هلا فيديو. غنشارك معكم اليوم طريقة تحضير ريبي في المنزل كيجي اكثر من رائع. نفس المذاق اللي كيتباع، نفس اللون، نفس القوام، كيجي من ألد ما يكون بطريقة جد سهلة ومبسطة. خليكم مع الفيديو باش تعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. ومرحبا والف مرحبا بالناس اللي عاد التحقوا بالقناة، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. اللي باقي ما شاركش يشترك ويفعل الجرس باش ان شاء الله دائما توصلوا بجديد الوصفات. واخواتي ما تبخلوش عليا بجيم للفيديو، وعلى بركة الله غندوزوا للطريقة. بالنسبة للمكونات غنحتاج لتر ديال الحليب، ياغورت طبيعي بدون سكر، ملعقتين من سكر حبيبات، وكاس ديال سيرو الرومان الجاهز. داك السيرو الحمر اللي كنديرو مع الحليب راه كاين الحمر وكاين الخضر، كتباع القرعة ديالو موجود في الهرية ولا في الحوانت بثمن جد مناسب. وعلى ما اظن كيتباع حتى بالعبارة عن المحلابات، كتشري درهم اولا جوج دراهم اولا على حسب الحاجة. وعلى بركة الله غندوزو للطريقة. على بركة الله، بسم الله. ناخذ نص لتر ديال الحليب الاول، غنديروه في الكسرونه وغنديروه فوق النار حتى كيغلى، والنصف الاخر غنفرغوه في شي اناء. كنضيف عليه الياغورت الطبيعي بدون سكر. بالنسبه للعلبه الوزن ديالها 110 غرام. غنضيف السكر، كذلك غنضيف كاس ديال سيرو الرمان، وغنطرب هاد المكونات مع بعض حتى كينسجم ليا داك الياغورت وكيدوب ليا في الحليب. راه طريقة جد سهلة ومبسطة، وكيجي صراحة أكثر من رائع، كيجي بحال جاهز تماما. كنتمنى أخواتي تجربوه، رانا كيستحق التجربة. هنايا من بعد ما خلطت الخليط مزيان وانسجمت ليا جميع المكونات، والنصف لتر من الحليب اللي درت في كاسرونه راه غلى، طلعت فيه الغليه. دابا كنضيفو على هذا الخليط على دفوعات بهذا الشكل اللي كتشوفوا معايا، وكنحاول نخلط مزيان. الان غنجيب واحد العلبه محكمه الاغلاق، غنفرغ فيها هذا الخليط وغنسد عليها مزيان. نحاول نغطيها بشي غطاء اللي هو سخون، وغنديرها في مكان دافئ. كما شفتو كنلوي العلبه في شي منطقه هكا سخونه مزيان، وكنحطها في شي بلاصه سخونه. بالنسبه لي انا حطيتها فوق الفران، وكانت الكوزينه سخونه كنطيب فيها الغداء، وحتى الفران طيبت فيه شي حاجه. المهم 3 ساعات كان واجد. وهنايا من بعد ما دازت 3 ديال السوايع، حليت العلبه ديالي ولقيتو عقاد اولا ختار بهذا القوام اللي كتشوفوا معايا. غنحاول نحركو بهذه الطريقه هذه، وغنفرغو في شي قنينه زجاجيه باش ندخلو الثلاجه باش يبرد مزيان. وان شاء الله خليكم باش تشوفوا معايا النتيجه النهائيه. صراحه كيجي خطير، مذاق ولا لون. غادي حماقوا عليه وليداتكم انا متاكده، غير نوضوا جربوه على حسابي. وهذا هو الشكل النهائي ديال ريبي ديال من بعد ما برد في الثلاجه. صراحه ملي كيبرد كيتماسك مازال اكثر، يعني قد ما بقى بزاف في الثلاجه قد ما كيعقد اكثر واكثر. وصراحه جا لذيذ بزاف، مذاق ولا اللون ديالو بحال اللي كيتباع تماما. كما شفتوا معايا طريقه جد سهله، كنتمنى تجربوه وتردوا عليا في التعليق قولوا لي كيفاش جاكم. كنتمنى اخواتي يعجبكم الفيديو ديال اليوم، الا عجبكم ما تبخلوش عليا بجيم للفيديو، كذلك الاشتراك اللي باقي ما اشتركتش عندي. وشكرا لكم على الدعم ديالكم وعلى التشجيع ديالكم. وهنايا غنخليكم الى فيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.